إيه هي أبرز اختصاصات رابطة الدوري الإيطالي بالنسبة لإدارة المسابقات، إدارة التحكيم، إدارة البث التلفزيوني؟ إيه أبرز اختصاصاتها كنا أو يعني لكون إحنا لسه بنبدأ فكرة رابطة الأندية هنا في الدوري المصري؟ نستفيد. Non è facile شيء ليس سهل جدا دون أن تعرف الموقف الحالي. لديكم دوري وأندية، عندكم متخصصين يستطيعون أن يستطيعون أن يناقشوا وينظموا بعد العمل والتواريخ والمديرين الفنيين أيضا الذين يتم عملهم. لكن لديكم هيكتور كوبر المدير الفني، لديكم فريق قوي جدا كل محمد صلاح. انتوا بلد مهم جدا جدا بالاخص في تاريخ، لكم تاريخ كبير في تاريخ كره القدم المصريه مثل الدوري الايطالي، مثل جميع الدول العالميه. ممكن يتم مناقشه وتبادل هذه الاراء وهذه التكنولوجيا ما بيننا. نحن من وقت لآخر في احتياج أن نتعلم من الآن للآخر إذا كان لدينا إمكانية للتعليم. يعني حضرتك دلوقتي بتقول لي إنه ما فيش مانع في التعاون ما بين رابطة الأندية المصرية ورابطة الأندية الإيطالية لو طلبنا المشورة، مظبوط؟ أنا كده فهمت صح؟ non ho capito. Adesso di noi certo ci manca. طبعا بكل تأكيد مرحبا بكم. شرف كبير لينا اكيد. طيب سؤالي القادم ليك، بما انك ذكرت محمد صلاح، هل تتوقع تتمنى عودة محمد صلاح في الدوري الإيطالي وبداية تألق محمد صلاح تحديدا بفيورنتينا وإس روما؟ هل تتوقع عودة محمد صلاح مرة أخرى للدوري الإيطالي؟ guardi io sinceramente me lo auguro ma perché penso che Salah è un giocatore straordinario. أعتقد أن صلاح لاعب مهاري جدا، هو لاعب غير عادي. sta facendo la differenza che oh yes no al fuori col in cui valore in campo è determinante per il successo del Liverpool in هو يعمل بعمل ناجح كبير جدا في ليفربول الان. ولكن لو رجع لنقطة اخرى، لما كان شاب في الدوري الايطالي ساب ترك نقطة كبيرة لدينا. e noi come Lega di Serie A abbiamo piacere ونحن grandi giocatori possano طبعا سوف يكون لنا الشرف الكبير جدا لسيري ار ان يكون هذا اللاعب المصري في الدوري الايطالي خاصة. سوف يكون لنا عظيم الشرف أن يرجع مرة أخرى في سيريا آ. يا ريت.